السلام عليكم، رجعنا لكم بسلسلة من الدورات خاصة بالانجولر 8. الانجولر 8 هو ما يختلف اختلاف كلي عن انجولر 6 و 4. اما اللي دارس الانجولر 2 والانجولر 4 فلازم يحدث معلوماته الخاصة بالانجولر 8. في البداية خلونا نعطي تعريف بسيط كلش عن الانجولر، لان انا ما بقدر اتعمق في البداية فلازم اشرح جزء جزء. زين، الانجولر هو شنو؟ الانجولر هو عبارة عن فريمورك او اطار مفتوح المصدر اللي هو الاوبن سورس من انتاج شركة جوجل، وهو احد اشهر الاطارات المبنية على لغة الجافا سكريبت. الانجولر مبني على الجافا سكريبت. اوكي، احنا شنو تقول الحين شنو احنا نستفيد ان احنا نستخدم الجافا سكريبت او احنا ندرس الانجولر؟ اللي يميز الانجولر ان انت تقدر ان يسوي لك سهولة انزين مشاركة المعلومات بينك بين الموقع، انه هو الموقع الاساسي والباك اند، انزين لانه هو طبعا يستخدم اللي هي الام في سي اللي هو مودل فيو كنترولر، فيخليك ان انت تشارك البيانات بين الباك بين الكواليس مثل ما نقول والموقع نفسه. انا راح اعطيكم رسم تبسيطي انه شلون عملية بناء الانجولر او على شنو يشتغل انجولر. الانجولر يشتغل على شيء اسمه كومبوننت. شنو هذه هو الكومبوننت؟ لو انا بيك تفهمها بشكل مبسط جدا، ان تخيل ان هذه الانجولر هو عبارة عن صفحة ويب، صفحة ويب اي مكانة. انزل هذه الانجولر تتسمى يسمون الانجولر، هاي صفحة الويب تتسمى داخل انجولر هي باب كومبوننت. شنو الاب كومبوننت؟ هذه الاب كومبوننت هو الابو حق جميع الكومبوننت اللي انت راح تسويها. على سبيل المثال، احنا قبل لما بنسوي صفحة ويب نحط فيها جميع المعلومات، في الانجولر قسم لك اياها، يعني تسوي الناف بار هو المنيو الخاص، المنيو الخاص بالصفحة في كومبوننت تحط فيه معلوماتك كلها، تبي تسوي فيه اللي تبي، تعرف وين تروح حق الكم، بس حق الناف بار لمكان مخصص، فولدر مخصص، فايلات مخصصة حق الناف بار. السايد بار مثلا انزين انت تبي تحط معلومات السايد بار، فهي تعتبر هي كومبوننت، تروح حق الكومبوننت وتعدل فيها. الفوتر نفس الطريقة، كل جزء انت راح تسوي داخل صفحة الويب تقدر تقسمها بالانجولر. فهذه هو من الميزات صراحة اللي يعني تخليك انت ان انت ترفع مستوى الامان عندك في الموقع، وتعرف ان انت خصيصا وين رحت بتعدل في صفحة الويب الخاصة فيك. فهذه هو كان شرح مبسط للانجولر. انا ما بتعمق فيه اكثر لانه راح تكون ما عندك يعني خلفية ولا معلومة عن الانجولر. انزل شنو انت محتاج تدرس قبل لانت تدخل في الانجولر؟ الانجولر يعني انا افضل ان انت يكون عندك خلفية عن الHTML والCSS، وخلفية بسيطة جدا عن شنو، عن الجافا سكريبت. زين، انت قلت لي انا والله مو دارس جافا سكريبت على سبيل المثال، او ان انا ما عندي خلفية عن الجافا سكريبت، شنو انا محتاج ان انا اسوي؟ محتاج انك انت تدخل مثلا، انا اعطيك من احسن المواقع اللي هي تساعدك في دراسة الجافا سكريبت اللي هو W3 School، هاي موقع قليعة التعريف. تكتب اللي هو W3 School، عقب تكتب جافا سكريبت. انا ما بك تعمق في الجافا سكريبت، بس بك تعرف على الاقل شنو هي المتغيرات، اشي بسيطة كلش. شنو هي المتغيرات؟ شنو معنى كلمة function؟ اشياء بسيطة كلش، لان احنا راح تعتمد على التايب سكريبت مو الجافا سكريبت. راح نشرح بشكل مبسط عن التايب سكريبت انزين، وبعدين راح ندخل في الانجولر. فلهني خلونا نوقف الفيديو عشان ما يطول عليكم، ونبتدي ان شاء الله من الدرس الجاي الاشياء اللي طريقه تنصيب الانجولر، وبعد ذلك نبتدي في التايب سكريبت وندخل في الانجولر.